الطبيب من أنا يا سيدي؟ لولاك يا فادي حياتي من أكون؟ لولاك كنت تائها في ظلمتي، وكان قلبي غارقا تحت الدهون. أحبائي المشاهدين، بحييكم وبرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج لولا الصليب. لولا الصليب، هالكلمة اللي فيها سؤال كتير كتير كبير، عم نجرب من خلال حلقات هالبرنامج على قد ما بنقدر نحكي شو كانت بتكون حياتنا لولا الصليب. اليوم الموضوع اللي رح نحكي عنه، كيف ممكن أنا أروح على السماء؟ كيف ممكن أدخل السماء؟ حب البقاء شيء موجود بداخلنا، موجود فينا. كل إنسان بيحب إنه يعيش يخلد. مشان هيك بتلاقي كل الناس تقريبا، كل الناس بيأمنوا إنه في حياة بعد الموت، وبيأمنوا إنه مش هون النهاية. ما في إنسان بيجي على وجه الأرض إلا في عنده تخيلات وأفكار شو ممكن يكون فيه بعد الموت، عن الحياة اللي بعد الموت. وحتى هو عايش على الأرض بتلاقي في نزعة بالإنسان من جوا، حابب يبقى، حابب يخلد. مشان هيك منشوف الفنانين الكبار، لما منشوف أعمالهم منقول أعمالهم عم تحكي عنهم. كل إنسان من جوا في عنده شيء بيدفعه يفكر، يشعر من جوا أنه حابب يبقى مش حابب يروح. ومثل ما قلت قبل شوي، أنه كل الناس بيأمنوا أنه في شيء بعد الموت. وخليني أقول الغالبية العظمى بيعرفوا أنه بعد الموت في حساب على الحياة اللي رح نعيشها هون، الطريقة اللي رح نعيش فيها في حساب. الإنسان بالآخر رح يتحاسب. كيف ما برمناها عند حيالة ناس، عند حيالة فئة من العالم على وجه الأرض اللي بيأمنوا أنه في حياة بعد الموت، بيعرفوا أنه الحياة اللي بعد الموت إلها تأثير، رح يكون شكلها كتير مؤثر بكيف عشنا هون. هلأ كل الناس اللي بيأمنوا بوجود الله بيأمنوا أنه الله هو اللي رح يحاسب الناس بعد الموت. في ناس ما بتأمن بوجود الله، بتقلك الحياة الإنسان بيموت هون وخلص بيخلص، أو بيموت هون وبيرجع بيجي مرة تانية، كل واحد عنده نظرة، أو بيموت بس اللي بيأمن بوجود الله بيعرف بعمق نفسه من جوا أنه في حساب بعد الموت، وهذا الحساب الله شخصيا هو اللي رح يحاسب. فمشان هيك بتلاقي الإنسان بيحاول يرضي الله. كل إنسان على طريقته، كل إنسان بيجرب بطريقة من الطرق أنه يرضي الله، عسى أنه ينجى بيوم من الأيام، بيوم الحساب ينجى من العقاب على خطاياه اللي عم يعملها. لأنه كلياتنا بنعرف أنه ما في إنسان بيعيش على وجه الأرض إلا الحياة فيها إغراءات، فيها أشياء بتشده أنه يعمل أغلاط، فبده يتحاسب عليها. بيجرب بكل الطرق أنه يرضي الله، وكل إنسان على طريقته عسى أنه يقدر يهرب من العقاب. ولكن السؤال اللي بيسأله كل إنسان، كيف بقدر أرضي الله؟ كيف بقدر أرضي الله لحتى فوت على السماء؟ هذا سؤال من الطبيعي أنه نسأله، وهذا هو الموضوع اللي رح نحكي فيه بهذه الحلقة. كيف ممكن أنا أرضي الله لحتى أروح على السماء؟ ولكن قبل حابب رنم ترنيمة، وهالترنيمة بتقول يمكن أكون غلطت مبارح. هلا كلمات الترنيمه بيقولوا هيك، بس بدكم للمظبوط، مش يمكن اكون غلطت امبارح، انا اكيد غلطت امبارح، وانا اكيد غلطت اليوم، وانا اكيد عم عيش كل لحظه على هالارض عرضه لاني اخطئ، عرضه لاني اغلط. بس الترنيمه بتقول يمكن اكون غلطت امبارح وصارت كل حياتي ضياع، بس انا عندي ثقه بشي واحد، انك انت بتسامح، وانت يا رب اللي رح تقدر صحح لي الأوضاع. يمكن أكون غلطت، يمكن أكون غلطت مبارح وبقيت كل حياتي ضياع، لكن ثقتي
ان انت تسامح وتصحح فيا الاوضاع. يمكن اكون غلطت امبارح وبقت كل حياتي ضياع، لكن ثقتي ان انت تسامح وتصحح فيا الاوضاع. يا ربي اختبرني واكشف لي علي في قلبي، ارجع لك واطمني بوقوفك دايما جنبي. يا ربي اختبرني واكشف لي علي في قلبي، ارجع لك واطمني بوقوفك دايما جنبي. يمكن اكون ضعيف جوايا وعيوبي تعباني كتير، ولا ينفعني الاقي لها نهاية غير ان الجأ لك يا قدير. يمكن اكون ضعيف جوايا وعيوبي تعباني كتير، ولا ينفعني الاقي لها نهاية غير ان الجأ لك يا قدير. يا ربي اختبرني واكشف لي علي في قلبي، ارجع لك واطمني بوقوفك دايما جنبي. يا ربي اختبرني واكشف لي علي في قلبي، ارجع لك واطمني بوقوفك دايما جنبي. يمكن اكون مش قادر أنسى غلطاتي وغلطات الغير، عايزة أتعلم إزاي أنسى شر إخواتي وقابله بخير. يمكن أكون مش قادر أنسى غلطاتي وغلطات الغير، عايزة أتعلم ازاي انسى شر اخواتي وقابله بخير. يا ربي اختبرني واكشف لي علي في قلبي، ارجع لك واطمني بوقوفك دايما جنبي. يا ربي اختبرني واكشف لي علي في قلبي، ارجع لك واطمني بوقوفك دايما جنبي. يمكن اكون محتاج لامان، نفسي احس ولو لحظات وانسى مخاوفي وحزني زمان، وكانه راح عني ومات. يمكن اكون محتاج لامان، أحس ولو لحظات وانسى مخاوفي وحزني زمان، وكأن راح عني ومات. يا ربي اختبرني واكشف لي علي في قلبي، ارجع لك واطمني بوقوفك دايما جنبي. يا ربي اختبرني واكشف لي علي في قلبي، ارجع لك واطمني بوقوفك دايما جنبي. هذا كلام قاله النبي داود بأحد المزامير، قال له اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا. أنت يا رب وحدك اللي بتعرف قلبي، اختبرني شوفني، شوف الغلط اللي فيي، ساعدني. أنا برأيي كل إنسان حكيم وعنده عقل وبفكر لازم يوقف وقفة قدام الله،
إذا مثل ما عم نحكي إنه الله اللي رح يحاسب بعد الموت، مش مثل ما نحن عم نحكي، مثل ما الكتاب المقدس بيحكي إنه في حساب بعد الموت والله هو اللي رح يحاسب. أوقات بيقولوا لنا ما في داعي تخوفوا الناس. أنا مش عم خوفك، أنا بس شغلتي أقول لك شو بيقول الإنجيل. إذا الخوف بيجيبك لعنده وبيقربك منه، معلش شوية خوف مش غلط. بيقول الإنجيل لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم. في غضب على 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 فجور الناس. إذا نحن عم نطلع على الأرض ونشوف اللي عم بيصير، مش عدل إنه الله ما يقاصص الغلط اللي عم بيصير، لأنه الله قدوس، الله عادل. عدله بيفرض عليه، عدل الله بيفرض عليه. بتقول لي مين مينك أنت حتى تقول عن الله بيفرض عليه؟ طبيعته ما بيغيرها. الله عادل، عدل الله بيفرض عليه أنه يعاقب كل من يفعل الخطيئة لأنه هو عادل. إذا الإنجيل بيقول لأن أجرة الخطيئة هي موت، أجرة الخطيئة موت، ولكن الله القدوس الله العادل هو بنفس الوقت رحيم، هو بنفس الوقت غفور، قلبه مليان حب. بس تعا فكر فيها، الله عادل ولازم يقاصص، والله رحيم وغفور ولازم يسامح. شو يعني رحمته ومحبته بتلغي عدله؟ هل يجوز انه طبيعة من طبيعة الله تلغي شيء تاني، صفة من صفات الله تلغي صفة تانية؟ رحمة الله ومحبته ما بتلغي عدله أبدا. هو بيسامح ولكن عشرت يندفع الثمن. الله غفور لما بيجي لعنده بطلب المغفرة، بس عدله بيفرض أني أنا أدفع الثمن. طيب شو الثمن؟ هل الثمن أنه الإنسان يطبق الوصايا حتى يدفع ثمن الأغلاط اللي عم يعملون؟ مستحيل. رح قلكن ليه. هل ممكن واحد بكسر وصية بيعالجها أنه يطبق وصية تانية؟ يعني هل ممكن تطبيق وصية بيمحي كسر وصية تانية؟ مستحيل. اسمع شو بيقول الرسول يعقوب، بيقول لأن من حفظ كل الناموس، يعني اللي بيطبق كل الوصايا، وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل. مش معقول تطبيق وصية يمحي عني عقاب خطية كبيرة أنا عاملها أو صغيرة مهما كانت. طيب كيف بخلص؟ كيف ممكن الإنسان يخلص؟ إذا أنا الأعمال المنيحة اللي عم بعملها ما بتغطي الخطايا اللي أنا عم بعملها، كيف بخلص؟ كيف بروح على السماء؟ كتبت ترنيمة من زمان، ترنيمة كنت عم أقول فيها، عم بحكي فيها مع كل إنسان، لأنه يمكن نحن بحاجة لحدا يحكي معنا، لحدا يخبرنا إنه أوقات بيبقى واحد مغمض عيونه وماشي بلا ما يحس، ماشي على الأذى لنفسه بلا ما يحس. فبحاجة الناس شوي لشخص، لحدا بحياتهم يوعيهم. وبما أنه كل الناس ضايعين، ما حدا بيعرف يوعي حدا. الوحيد اللي بيعرف يوعي هو روح الله. الوحيد اللي بيعرف يوعي هو اللي وعاني، روح الله اللي حصرني بكتير من المحلات وفرجاني، قال لي شو عم تعمل؟ شو مفكر حالك عم تعمل؟ وقف، طول بالك، ليش مش سائل عن حالك؟ لوين مفكر رايح حالك؟ لوين مفكر انك رح توصل؟ فكرك انه بشوية اعمال عم تعملها عم ترشيني؟ وقف، طول بالك، ليش مش سائل عن حالك؟ اخي وقف، طول بالك، ليش مش سائل عن حالك؟
ناسي انه جاي نهار بجهلك رح توصل عالنار. ناسي انه جاي نهار بجهلك رح توصل عالنار. ساعتها شو رح بيفيدك لو ذهبك امطار؟ صدقني رح تخسر حالك لو كانت تقلك اموالك. وقف طول بالك ليش مش سائل عن حالك اخي؟ وقف طول ليش مش سائل عن حالك؟ جاي يوم ورح بتوقف قدام الديان، فكرك أعمالك بتخفف عنك يا إنسان. جاي يوم ورح بتوقف قدام الديان، فكرك أعمالك بتخفف عنك يا إنسان. من ميلي بتعطي الفقير ومن ميلي بتسكر وبتزني وبتعمل حسنات كتير وعن شهواتك ما بتستغني. من ميلي ومن ميلي بتسكر وبتزني وبتعمل حسنات كتير وعن شهواتك ما بتستني. مين قالك انه بأعمالك قادر انه تخلص نفسك؟ كل كلمة في عليها حساب حاجة تتخبى بخيالك. ناسي انه جاي نهار بجهلك رح توصل عالنار. ناسي انه جاي نهار بجهلك رح توصل عالنار. ساعتها شو رح بيفيدك لو ذهبك امطار؟ صدقني رح تخسر حالك لو كانت تقلك اموالك. وقف طول بالك مش مستقل عن حالك اخي. وقف طول بالك مش مستقل عن حالك. لي دينيك منيح اسمعني شو رح قلك. كرمالك صلبوا المسيح حتى انت ما تهلك. فتح لي دينيك منيح اسمعني شو رح قلك. علشانك صلبوا المسيح حتى انت ما تهلك. ماتوا دفع حسابك عنك حماك من الموت وصانك. هلأ كل شي بيطلب منك انك تعلن له ايمانك. مات ودفع حسابك عنك حماك من الموت وصانك. هلا كل شي بيطلب منك انك تعلن له ايمانك. لا اموالك ولا اعمالك تقدر ترفع عنك ذنبك. سلم نفسك للي حبك والسلم نفسه كرمالك. ناسي انه جاي نهار بجهلك رح توصل عالنار. ناسي انه جاي نهار بجهلك رح توصل عالنار. ساعتها شو رح بيفيدك لو ذهبك انطار؟ صدقني رح تخسر حالك لو كانت تقلك اموالك. وقف طول بالك ليش مش سائل عن حالك اخي؟ وقف طول بالك ليش مش سائل عن حالك؟ ناسي انه جاي نهار بجهلك رح توصل عالنار. ناسي انه جاي نهار بجهلك رح توصل عالنار. ساعتها شو رح بيفيدك لو ذهبك امطار؟ صدقني رح تخسر حالك لو كانت تقلك اموالك. لو كان الخلاص من عقاب الخطية أمر ممكن نحن نعمله، ما كان في داعي أنه يجي يسوع ويموت على الصليب ويدفع ثمن لحتى يكون هو فدى عنا. لو كان أعمالنا بتخلصنا وبتساعدنا ما كان في داعي يجي يموت المسيح. منشان هيك الصليب هو رمز لخلاصنا.
الصليب منه مجرد زينة منلبسها. الصليب منه مجرد شيء منحلف فيه، لأنه كتير مرات بدنا لحتى الناس يصدقونا منحلف بالصليب. لو نعرف قيمة الصليب ما بتتجرأ تحلف بالصليب. الصليب منه مجرد زينة، منه مجرد شيء لحتى نحلف فيه. لولا الصليب كنا مستحيل نحلم بالوصول للسماء. ومنرجع للسؤال اللي سألناه قبل شوي، كيف بقدر أرضي الله حتى أروح على السماء؟ كيف بقدر أعمل وأرضي الله لحتى أروح على السماء؟ الأمر بسيط جدا بحسب الإنجيل. الطريقة الوحيدة حتى أقدر أوصل للسماء هي إنه آمن بشو عمل الله من أجله، آمن بأنه الصليب كان بسببه. كل اللي مطلوب مني إني آمن، مش مطلوب مني أكتر من هيك. كيف آمن؟ يعني صدق، صدق إنه إيه أوكي بصدق. معك خبر؟ الشيطان بصدق إنه كان الصليب، الشيطان بصدق إنه يسوع انصلب. لا، مش مطلوب بس إنك تصدق، مطلوب إني أنا حط ثقتي بأنه اللي عمله يسوع على الصليب بكفيني إني أروح على السماء. الطريقة الوحيدة هي إني آمن، وهذا كل اللي مطلوب مني، مش مطلوب مني أكتر من هيك. هينة؟ يمكن تقولي ليش عم تهونها هالقد؟ لأنه الشيطان عم بيصعبها كتير علينا. الشيطان بده ايانا نفكرها مستحيلة، مستحيلة إذا أنا بمجهودي بدي أروح على السماء. خليني أقول لك، بعرف أنه عندك أشواق من كل قلبك وبكل إخلاص وبكل صدق عم تحاول ترضي الله بالإشياء اللي عم تعملها، بأعمالك المنيحة. كويس، كتير منيح الأعمال اللي عم تعملها، بس شو بقول لله على اللي عمله؟ شو بقول لله على موت يسوع على الصليب؟ بقول له كتير منيح اللي عملته، بتاخد عليه 9.5/10، والنص الباقي أنا بدي أدفعه، أنا بدي حطه بأعمالي. لازم أعمل أعمال منيحة. مين منا لما بيعيش كل السنة بدون ما يعمل ولا أي شغل يكسر فيها القانون، بدون ما يتخطى ولا أي إشارة حمراء؟ مين منا بتجي بآخر السنة تنويه من الدولة بيقول له مبروك، برافو عليك، أنت السنة ما كسرت القانون؟ أنا ما بكسر القانون لأني لازم أعيش، وما أكسر القانون وما إلي فضل. مشان هيك ما فيني أعمل أعمال منيحة وأرشي الله وأقول له خدني على السماء. الله عمل كل اللي لازم، مطلوب مني شيء واحد. شو؟ اقبل اللي عمله، قل له شكرا لك يا رب لأنك عملت كل اللي أنا بحاجة لإله، دفعت ثمن خطيئتي. أنت بتسامحني صح، بس بتسامحني كان لازم يندفع الثمن، وأنت عارف يا رب أنه أنا ما فيني أدفع الثمن. شكرا لك لأنك دفعت الثمن، وأنا قابل هالعمل اللي صار بدل مني، بقبل الخلاص. هذا كل اللي مطلوب أني أعمله. حلقتنا اليوم انتهت. مثل ما عم قلكم، عم تشوفوا قدامكم دايما على الشاشة عم يطلع، إن كان تويتر ولا كل حساباتنا ولا كل الأشياء اللي ممكن تتواصلوا معنا. إذا عندك أي سؤال بتمنى تكتب لي، وأنا بعمل جهدي أني جاوبك. حلقتنا انتهت، الرب يكون معكم. لولا الصليب من أنا يا سيدي، لولاك يا فادي حياتي من أكون، لولاك كنت تائها في ظلمتي، وكان قلبي غارقا تحت الديون. فأنا لك ولغيرك لن أكون، فأنا لك ولغيرك لن أكون، ولأجلك كل تضحية تهون. ليس مثلك من يحبني بفؤاده.